سبور إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وقائمة اللاعبين المدعوين للتربص الخاص بالزوز مقابلات الودية نهار 13 أكتوبر ضد كوريا الجنوبية في سيول وضد اليابان في كوبي نهار 17 أكتوبر. القائمة المرة هذه شهدت دعوة 23 لاعب فقط عكس القائمة الفارتة والقائمات الفارتة اللي كنا كل مرة نقاو فيها 26 لاعب. من أهم الاستنتاجات أنه ما فما حتى لاعب جديد في القائمة هذه مقابل عودة نعيم السليتي للمنتخب الأول مرة بعد المونديال. نعطيكم قائمة الملاعبية المدعوين في حراسة المرمى أيمن دحمان بشير بن سعيد ومعز حسن. في الدفاع موجود ياسين مريح منصار الطالبي وجدي كشريدة محمد دراجر علي غرام يام فاليري علي العابدي وعلي معلول. في وسط الميدان الياس الصخيري عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان أنيس بن سليمان حمزة رفيعة وحنب علي المجبري. والهجوم يوسف المساكني الياس العشوري عصام الجبالي هيثم جويني نعيم السليتي وصيف الله الطيف. علاش 23 لاعب مو 26 في قائمة المنتخب؟ سؤال جاوب عليه المدرب جلال القادري في ميكرو زميلي فهمي. Pratiquement avant le match, on a une liste de 23 joueurs. Vous avez fait un choix stratégique pour nous. On a déjà une liste de 24 ou 26 joueurs. Nous avons fait le cas de la fin. Quand on a 28 joueurs, Coupe du Monde 26, pour raison de la Covid, l'Arabe est 22. Jusqu'à présent, on a fait une confirmation de la Fédération africaine, par la Coupe d'Afrique 4, par Chikour, le nombre exact de la liste 26 ou le match 23. On a vu les règles de la النادي الصفاقسي انتصر اليوم في مقابلة ودية على النصر الليبي هدف مقابل صفر. النصر الليبي اللي دربه محمد المكشر الهدف المقابلة الوحيد سجله ديبي برينجي في دقيقة 86. أعلن اتحاد بن قردان اليوم على تعيين حكيم عون في خطة مدرب جديد للفريق خلفا الشهاب الليلي. في السعودية ضمك انتصر على الحزم 4-1 للمقابلة الثالثة على التوالي. أيمن دحمان حارس المنتخب ما يكونش في تشكيلة فريق الحزم. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في الأوروبا ليج الجولة الثانية للمجموعات 6-4 انطلقوا مقابلات مارسي ضد برايتون في 23 دقيقة التقدم لأولمبيك مارسي 2-0. بقيت مقابلات سبورتينج متعادل 0-0 مع أتلانتا في 23 دقيقة. فريبور خاسر ضد ويست هام 1-1 كيف كيف في 23 دقيقة. وايكاثين خاسر متعادل ضد أياكس أمستردام 0-0. بالنسبة للمقابلة اللي تلعبوا 8 متاع الليل هاكن فريق علي يوسف وعمر العيوني هاكن السويدي يلعب ضد كاراباغ من أذربيجان. ليفربول يلعب ضد يونيون سان جيلواز البلجيكي وفياريال ضد رين. في دوري المؤتمر الأوروبي 8 متاع الليل فيورنتينا ضد فيرنس فاروش فريق محمد علي بن رمضان وباوك اليوناني ضد أينتراخت فرانكفورت فريق الياس الصخيري. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات.